طبعا مروة سألتيني قبل في البريك شو اللي يخليني شو في الاستديو شو اللي يعجبني وين ترتاحين أكثر هني ولا هني؟ كل مكان هني وهني. أنا عندي مكان أكثر من مكان. اللي هو؟ أنا أحب هني أكثر عن هناك، أحس إنه يعطيني شي طاقة أكثر. إنزين صح فعلًا الأماكن تكون مثل ثنائية بين المكان وأيضًا الإنسان وما تحمله من طاقات قادرة على التأثر والتأثير عن حميمية والتعلق من سطوة وحصار. كانت من هم الإنسان منذ القدم، فالحاجة للأمن والقوة فتحت عقل الإنسان نحو الابتكار والاهتمام بالمكان ليحقق المزيد من الحظ والسعادة والصحة في الحياة. للحديث أكثر يا حمدة ومشاهدينا عن هذا الموضوع ويانا الحين ضيفتنا عبر تطبيق زوم المهندسة والدكتورة شذا مصطفى سيف، مهندسة معمارية ومهندسة مهندسة ديكور. يا هلا ومرحب فيك مهندستنا اليوم، صباحك ورد. أهلا وسهلا. يا هلا صباح النور. أهلا وسهلا. بداية دكتورة ومهندستنا شذا، خبرينا أكثر عن طاقة المكان. يعني قبل لا نبدأ وياك كنت أقول أنا وزميلتي حمدة بأن في مكان نرتاح فيه ونحس فيه بطاقة أكثر من مكان آخر، هل فعلا هذا الكلام صحيح؟ أكيد أكيد معك حق تماما. يعني هي الطاقة، طاقة المكان وطاقة الإنسان هي موجودة عند كل شخص، بيختلف عنا بس أنه كل شخص بيتأثر بالمكان المحيط فيه حسب الطاقة اللي هو بتحيط فيه، حسب الهالة اللي هو بتحيط فيه. فأنت كشخص يعني ممكن تكوني مثلا تشوفي تصميم داخلي أو تشوفي عمارة معينة، حدا تاني يشوفها بطريقة غير اللي بتشوفيها أنت. يعني أنت تتأثر فيها بطريقة إيجابية، حدا تاني يتأثر فيها ممكن بطريقة أروع وأحلى. نعم. وحدا تاني ممكن يتأثر فيها بطريقة أقل، يعني لأنه نحن طاقاتنا مختلفة. في عن وطبعا نحن كلياتنا، نحن كبشر وكأشياء وكديكور وكعمارة وكطبيعة، نحن كلنا مؤلفين من موجات طاقية. يعني بالأساس الإنسان ما في فرق بين الإنسان وبين الأشياء المحيطة فيه، بين العالم. نحن موجودين بعالم عبارة كله عبارة عن ذرات مجتمع مع بعض بتشكل. يعني الإنسان بيفرق عن الأشياء أنه فيه هو بيتشكل من خلايا حية. نعم. وهي الخلايا والخلايا الحية والخلايا اللي هي أصلاً مش حية كلها تبفي إلى مجالات طاقية معينة، لذلك يعني هي أقوى مصادر الطاقة بالبشرية بشكل عام بالكون. تبلش من رحم الأم. يعني نحن بنتكون بالرحم، كل إنسان كل بشري بيتكون بالرحم، فهذا أول مصدر للطاقة عند الإنسان بيكون. ونحن بتنعكس هذا الحكي فينا بالعقل اللاواعي بالانكونشس مايند، لانه هناك بتتراكم كل الخبرات والمعارف والطاقات. فعمليا الانسان من لما بيخلق، يعني من لما بيكون موجود خلينا نقول كبويضه صغيره بقلب الرحم، عمليا عم تتكون هذه الطاقات اللامنتهيه. نعم. فبعدين لما الانسان بيخلق للكون، يعني خلينا نقول كبيبي صغير، بتلاقي أكثر شيء متعلق فيه بالأشياء اللي هي كانت إلى علاقة بالبيئة الأولى اللي هي رحم الأم. فبتلاقيه مثلاً إذا الأم حطت البيبي جنبها بتلاقيه متأثر برائحتها، متأثر بحرارة جسمها. يعني الأطفال حسب ما أنا معروف هي كل شيء متأثر فيه، يعني اللون، الرائحة، الأصوات. صحيح. الأصوات، يعني البيبي أكثر شيء بينام مع الأصوات اللي هي الضوضاء البيضاء بنسميها. فهي الضوضاء البيضاء موجودة برحم الأم، فلذلك بنلاقي البيبي مثلا ممكن في ألعاب هلأ موجودة حاليا بتطلع هي الضوضاء البيضاء، أو ممكن حتى مثلا خلينا نقول أشياء عملية مثلا ممكن مكنسة الكهرباء، السشوار، بتلاقي ممكن مثلا تكوني عم تحطي له السشوار لتنشفي له شعر البيبي بتلاقي إنه نام، لأن نعم. هي الأصوات اللي هو متعود عليها. أما لما الإنسان بيخلق بالواقع، لما بصير هو بالطبيعة وبالبيئة، فهو بيتأثر كثير بالطبيعة المحيطة فيه. فيعني مثلاً خلينا نقول شخص ولد مثلاً بمدينة بحرية غير لما شخص بيولد بمدينة جبلية أو مدينة صحراوية، أو إذا بيئة جامعة لكل هاي العناصر فهو كمان بيتأثر بكل هاي العناصر. هي مكونات الجمال. يعني نحن لما بندرس الديكور أو علم العمارة دائما نعتمد عليها بهيدي العناصر الطبيعيه الموجوده. فبنستمد يعني احلى شيء هي الطاقه الكبيره بنستمدها لما بتكون العماره متداخله والديكور متداخل مع الطبيعه.
هي لما انت بتطلعي على اشياء معينه، لما عقلك اللاواعي بشوف فيها اشياء إلى علاقه بالطبيعه بتحسي انت بالسعاده. نعم. او بتحسي انه طاقتك ازدادت، طاقتك صارت مضيئه اكثر. فلذلك مثلا خلينا نقول في اشياء كثير بيقولوا عنها هلا بالعلم حاليا، انه مثلا لما شخص بيروح مثلا على البحر بينظف كل الطاقه السلبيه الموجوده فيه. صحيح. عمليا هذا الحكي ما بينطبق، عمليا هذا الحكي ما بينطبق بس على البحر. انت اذا خلقانه ببيئه جبليه، الانسان اللي خلقان ببيئه جبليه بصير يحكي اكثر عن الجبل، بتلاقيه مندمج اكثر مع البيئه الجبليه، بيقول لك اذا انا طلعت على الجبل بحس هيك يعني انه طاقتي تجددت، صار عندي روح ثانيه، صار كل الاشياء اللي مثلا حاملها هموم واشياء سلبيه تروح. نعم. وايضا احنا من وايضا دكتوره شتاء الالوان تؤثر على نفسيه الشخص، يعني احنا معروف لدينا انه معظم مثلا المحلات اللي تقوم ببيع الاطعمه يكون فيها مثلا لونين معينين عشان تفتح الشهيه، وايضا مثلا غرف النوم تكون الافضل تكون مثلا باللون الازرق عشان ترسل رسائل مثل الخمول وهذه الامور. هل فعلا الالوان ممكن ترسل رسائل للانسان وتؤثر عليه في المكان؟ اكيد طبعا، اكيد الالوان هي تلعب دور 70% من اي شيء، لانه انت لما بتفوتي على اي فراغ او اي مكان في 70% من الفيرست امبريشن، الاول رياكشن تبعك لما بتفوتي على هذا الفراغ هي الالوان. الدماغ فورا بيعمل سكانر صوره عن الالوان المحيطه بالموجوده بالفراغ، فلذلك بيقول لك الفيرست امبريشن انه انا فتت على هالمحل وحسيت روحي انشرحت، حسيت حالي انبسطت، حسيت حالي ارتحت، صار عندي طاقه معينه. طبعا نحن ليش بنقول هي يعني اكيد مثلا نحن بنقول الالوان البارده اللي هي الالوان اللي ما للون الابيض والازرق، هني اكثر لونين باردين بشكل عام الابيض والازرق، بعدين بيجي معهم اللون الاخضر واللون الفيروزي وطبعا مشتقاتهم كلها. هاي الالوان هي الالوان البارده اللي هي بتخليك تسترخي، تعيشي بحاله معينه هيك، بتطلعي شوي من الواقع يعني. فلذلك بس طبعا هي مختلفه بالتصميم، يعني انت بتلاقي مثلا اشخاص كمان هي بترجع لطاقة الشخص نفسه، نرجع بالنفس الحديث، لأنه طاقة الشخص هي أهم من طاقة المكان، يعني بتبدأ من طاقة الشخص وبتنتقل لطاقة المكان. فإذا مثلا في أشخاص بتلاقي بيقولوا لك أنا مثلا أوكي اللون الأزرق بيريح بشكل عام، هو لون بارد مصبوط معك حق، بس أنا ما برتاح فيه، ما بحبه، ماني مرتاح فيه. أو مثلا اللون الأحمر هو لون مصبوط إنه هو اللون الأحمر هو من أكثر الألوان خلينا نقول حرارة، يعني هو لون حار جدا، بيجي معه لون البرتقالي يعني واللون الذهبي، هو دايما الالوان الحارة اللي هي بتساعد خلينا نقول مثلا اذا انا عم بعمل ديكور او عم بعمل تصميم معين ممكن ادخلهم لخلي في حيويه بالفراغ. مثل ما انت قلتي مثلا بتلاقي مثلا حتى بالمواقع بالويب سايت يعني بتلاقي مثلا انه لما بيقول لك كليك هير، يعني لما بتضغطي على زر معين هذا الزر بيكون لونه احمر، مش هيك بس مع هيك بتلاقي اشخاص معينين حسب طاقتهم بيقول لك انا ما بحب اللون الاحمر، مثلا انا مستحيل اشتري ثياب لونه احمر، مستحيل اعمل فرش بيتي فيه لون احمر. هذا الحكي مو غلط ابدا، لانه هو مش مهم انه شو اللون بيعمل، يعني هي الالوان متعدده، مزبوط معك حق، في الوان حاره، في الوان بارده، في الوان هي بشكل عام ممكن تخلي الواحد مسترخي. بس بتلاقي واحد بيجي بيقول لك انا بحب اللون الغامق، انا بحب اللون الاسود، او بحب مثلا اللون الازرق الداكن، ما بحب اللون الازرق السماوي. هاي صحيح. بترجع لطاقه الشخص نفسه. صحيح. دكتوره شدا يوم شخص يسكن في مكان جديد كانوا قبل اليدات يقولوا الله يجعلها عتبه خير بسبب طاقه المكان، وان طاقه المكان فعلا لها ارتباط وثيق بالشخص وطاقه انه يشعر بطاقه ايجابيه او سلبيه، واكيد ظهرت الفلسفه الصينيه الفانك شوي عن هذا الموضوع واثبتت هذا الموضوع في هذا العلم. يا ليت لو تخبرينا اكثر، هل فعلا الشخص من الممكن انه يشعر بطاقه ايجابيه او سلبيه في محيط مكان؟ هلا مزبوط، الفينغ شوي هي مثل خلينا نقول دراسه عملوها الصينيين، دراسه كثير قديمه، بس هي الدراسه طبعا بتتجدد مع الوقت، الدراسات بتتجدد، الدراسات بتتغير. بس طبعا في شغله يعني هي اكيد مزبوطه، اكيد تماما، في اماكن مثل ما قلتي عتبه البيت مثلا ممكن يكونوا يقولوا خلي ان شاء الله يكون عتبه خير عليك، والمكان اللوكيشن الجغرافيا في كثير اشياء بتلعب دور كبير فيه. بس خلينا نقول شغله بالفينغ شوي، يعني درسوا اشياء محدده، يعني درسوا اشياء عامه ما لها علاقه بالشخص نفسه، درسوها حسب منطق العلم العام، بس
فيني اقول لك شغله، مثلا في شخص ممكن يفوت على بيت ويحس انه هذا البيت مثلا خلينا نقول من بعد ما فات عليه ما اجى شيء خير، في شخص ثاني فات على نفس البيت واجا اشياء مثلا حلوه بالحياه، في شخص معين مثلا فات على مثلا خلينا نقول اوتيل او مثلا منتجع وحس مثلا انه هذا المنتجع مثلا شيء جميل جدا، طاقة الإيجابية ارتفعت فيه، حس براحة عظيمة. في شخص ثاني إجا على نفس المكان بطاقة مختلفة وحس إحساس مختلف. فلذلك أبدا أبدا ما فيك تحدد تقولي مثلا والله إنه في إشي عامة، في إشي عامة بتحدد طبعا مستويات الطاقة وعناصرها وكيف ممكن تزيديها وكيف ممكن تنقصيها، بس لازم تربطيها بالشخص نفسه. لأنه إذا مثلا أنت خلينا نقول في شغلة كتير مهمة لازم نعرفها، انه اذا انت طاقتك سلبيه لا سمح الله خلينا نقول اذا شخص طاقته سلبيه ما ممكن يجتمع مع شخص او مكان طاقته ايجابيه، صعب بيصير تنافر بيصير تنافر. مثل خلينا نقول مثلا شخص هو بيعتبر انه حياته فاشله، هو فاشل، هو فقير، هو طبعا الفقر هو مو فقر المادي، الفقر الرزق يعني، لا انا عم بحكي عن فقر النفس. هذا الشخص إذا كان هو هيك معتبر أنه كل شيء بالحياة سيء وسلبي وكل الحياة ضده وهو طاقته سلبية جداً، خلينا نقول فات على مكان جميل جداً ما ممكن يشعر بالراحة، لأنه في تنافر، في تنافر، هو طاقته السلبية المكان طاقته إيجابية جداً، صار في تنافر. مثل إذا أنت مثلاً اجتمعتي مع شخص طاقته سلبية رح تحسي أنه عم يسحب لك، عم يمتصل لك كل الطاقة الإيجابية اللي فيك، ما بيكون في توافق طاقي بين بيننا تماما، ابدا ما بيكون في توافق طاقي. وبنفس الوقت خليني اقول لك شغله، هيدا لما هيدا الحديث بيصير كثير له علاقه مو بس بال، طبعا اكيد بيبدا كبير مثلا من الدوله، من المدينه اللي انت عايشه فيها، من المنطقه السكنيه اللي انت عايشه فيها، بينتقل للسكن اللي انت عايشه فيه. نعم. يعني خلينا نقول انت عايشه مثلا، ممكن شخص يكون عايش مثلا بشقه صغيره او مثلا بشقه كبيره او ببيت او بفيلا او بقصر، هذا المكان إذا هو متعايش معه بطريقة هو مرتاح فيها، هذا المكان بيعكس له طاقته أيضاً. يعني أنا عايشة بشقة صغيرة معناتها أنا طاقتي صغيرة، طاقتي الإيجابية صغيرة، أنا عايشة بمكان أكبر. لو هي ما أنا عم نحكي عن معدلات الناس، بس أنت طالما مرتاحة بهذا المكان فأنت طاقتك بتوافق هذا المكان. إذا أنت ما قررتي تنتقلي على مكان أعلى فأنت طاقتك بهالمستوى هذا ممكن تكون أقل وتزيد وتزيد وتزيد. ايضا دكتوره بسبب الاشياء اللي صايره في كل العالم حاليا ممكن انها كونت عنا ولو شيء بسيط من الخوف او تكوين مثل ما نقول من الطاقه السلبيه في حياتنا، هل تغيير المكان او تغيير ديكور المكان ممكن ان يغير نفسيه الشخص في هذه الظروف الراهنه او لا؟ اول شيء خليني اعطي تعليق صغير عن الظروف الراهنه. بحسب علم الطاقه في شيء عندك اسمه اللو اوف بولاريتي، يعني قانون القطبية. يعني نحن عندنا بالكون ما في شيء اسمه، أو بحسب نظام الطاقة يعني هو بيتفرع على أنظمة كثيرة منا قانون القطبية، وقانون القطبية بيقولك إنه ما في شيء سلبي ولا في شيء إيجابي بالحياة. يعني نحن هلا أنت كنت عم تقولي نحن عم نمر بظروف صعبة كثير، أكيد أنا بفهم هذا الحكي، وممكن تقولي عم تأثر فينا بطاقة سلبية. طبعا أكيد خليني أقول لك شغلة، أكيد ما عم تأثر على كل الناس بطاقة سلبية، كل واحد بيستقبل هذه المعلومات اللي عم تجي عليه وبيحللها بدماغه بيعملها بتكون هي بتصير طاقة سلبية أو طاقة إيجابية. خلينا نتخيل إنه نحن في قدامنا خط أبيض، في على طرف اليسار بأقصى اليسار في عندك سالب هي الأخبار السلبية، وخلينا نقول بطرف اليمين في إشارة موجب هي خلينا نقول الأخبار الإيجابية، وأنت بالنص عندك هو الشيء اللي هو عم يجيك هو الشيء كما هو عليه. تمام. فأنت مثلا خلينا نقول إجاك شيء مثلا خبر صغير واعتبرتيه أنت إنه هو شوي سيء، فأنت إذا حليتيه رح يجيك فرصة مقابله فرصة شوي جيدة. بنفس الشيء إذا أنت اعتبرتي إنه في عندك إجاك شيء كتير سلبي هو على المستوى كتير عالي سلبي، رح يجيك مقابله شيء فرصة كتير جيدة وإيجابية. وبالتالي نحن الأخبار اللي عم تجينا، يعني مفروض نحن بشكل عام ما نعتبرها سلبية، هي اجت لسبب ما. يعني اكيد الخالق، اكيد رب الكون بعت هذا الشيء لسبب معين، لحكمه معينه، يمكن كان الهدف انه مثلا تطوير العالم بطريقه فظيعه. مثلا احنا هلا شفتي اذا احنا كل التوجهات صارت، مثلا خلينا نقول حاكم دبي يعتبر هذا الشيء اللي هلا موجود حاليا بالعالم هو تحدي كثير كبير، ممكن يقلب مثلا دوله الامارات، ممكن يخلي التكنولوجيا تصير موضوع كثير اساسي بالحياه.
معناتها نحن اذا بدنا نطلع عليه فينا نطلع عليه بطريقه كثير سلبيه وفينا نطلع عليه بطريقه كثير ايجابيه. طبعا اكيد المكان وال خلينا نقول الديكور اللي انت مثلا المكان والبيئه والتصميم الداخلي للمكان اللي انت عايشه فيه اكيد راح ياثر لك اكيد على هي هذا الخبر او على غير اخبار حسب ما انت عم تطلع. صحيح دكتورة شذا. نعم دكتورة شذا، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما أكيد تنافر منها اختلف، لكن لو نعرف أكثر هل نحن يمكننا أن نرى الطاقة الإيجابية أو السلبية أو مجرد الإحساس بها، وخاصة أن التوافق بين الأشخاص من الممكن أن يكون توافق دبدبي، فخبرينا أكثر عن هذا الموضوع. أول شيء هلأ حاليا أكيد في اختراع أجهزة لقياس الطاقة، يمكن سمعتوا عنا اوريدي، يعني هي الطاقه في اجهزه مثلا ممكن تحطي انت اصبع اصابعك الخمسه او ايدك على جهاز معين بيطلع لك على الشاشه الهاله اللي محيطه فيك اللي هي الاورا. أيوة اللي صحيح. هي الطاقه اللي انت صحيح. فيها، وممكن تورجيكي مثلا هي الهاله بحسب الوانها واضاءتها واتساعها، واذا كانت متكامله ومش متقطعه بتورجيكي انت قديش طاقه ايجابيه او قديش طاقتك سلبيه. تمام، وهذا الحكي كمان انعكس مو بس على الانسان بحد ذاته، بينعكس على الانسان مع التصميم الداخلي. يعني هلا في اجهزه حاليا مثلا جوجل باسبوع التصميم بميلانو بعام 2019 خلوا كل شخص يزورهم عملوا هن شيء اسمه مساحه الوجود وقسموها لثلاث غرف. الغرفه الاولى كانت هي غرفه تشبه رحم الام، فعملوا هن الالوان فيها دافئه ترابيه حميميه، خلوا الفرش ناعم الاضاءه ناعمه، عملوا على الجدران مثل قطعه نسيج تشبه نسيج الرحم بالوان دافئه ترابيه استخلصوها من ازهار من ازهار طبيعيه. ف وحط والغرفه الثانيه كانت هي عباره عن غرفه خلينا نقول أكثر تفاعلية ومرح، يعني فخلوا فيها اعتبروها أنه هي مثل الكون، فخلوا فيها ألوان حارة، خلوا فيها إضاءة ثلاثية الأبعاد. هاي الغرفة مثلا اعتبروها يعني مثل خلينا نقول نموذج مصغر على الكون. الغرفة الثالثة عملوها مثل شيء له علاقة بالطبيعة أكثر، وخلوا كل زائر يزور هذا المكان خلوا يلبس مثل ساعة بإيده. هاي الساعة لما الشخص بفوت على المكان بتقيس طاقته بهالمكان، بهال يعني طاقته بضمن هالتصميم الموجود. لما بتكون وطبعا هي الساعه لما الزائر بفوت بيعيش الحاله بكل غرفه من الغرف، حالته الطاقيه بتسجل على هيدي الساعه اللي هي بايده، بيرجع بيطلع من الغرفه بتلاقيهم اخذوا الساعه حطوها على مثل نوع من الشاشات وهيدي وعكسوها على الوان مائيه. لما بتكون طاقة الشخص إيجابية بتكون الألوان زرقاء، ولما بتكون طاقة الشخص سلبية بهذا المكان بتصير الألوان حمراء أو برتقالية. نعم. ولاحظوا إنه الأشخاص مختلفين تماماً بالرياكشن تبعهم للفراغ المحيط بهالتصاميم الداخلية الثلاثة، وكان الهدف منها هو مثل عبارة عن بداية جديدة لتقييم بشكل مرئي. يعني نحن بنحكي إن الطاقة مش مرئية، بس هلأ حالياً بعصرنا هذا الطاقة مرئية، يعني نحن فينا نشوفها على جهاز، نحن فينا نحسها مثلا اذا دخلنا على فراغ. ممكن هلا يخلقوا اكثر طبعا اجهزه اكثر بتقيس انه انت بضمن بيتك كيف رح تصير طاقتك بضمن المكان. يعني طبعا هي اكثر شيء اهم شيء بالنسبه للاطفال، خلينا نقول هي اكثر شيء اهم شيء البيت والمدرسه. خلينا نقول اما الشخص البالغ ممكن مكان يعني مكان اقامته والمكان العمل هو اكثر مكانين بهم فيهم الطاقة الداخل طاقة التصميم أو طاقة العمارة اللي هو عايش فيها. طبعا هلأ في شغلة كتير مهمة لازم نعرفها، أنه نحن فينا نقلب الطاقة السلبية، وفيك تجربي هذا المثال بالبيت عندك. خلينا نقول خلينا نبدأ بطاقة الشخص مع شخص ثاني. إذا كان في شخص مثلا أنت بجانبك، لأنه طبعا شو نحن فينا في بتفرع عن قانون الطاقة في شيء اسمه law of rhythm اللي هو بيمثل مثلا انه كيف الفصول، كيف تيجي عندك الفصول، عندك كيف بيجي عندك الربيع والصيف وبعدين الخريف والشتاء وبيرجع مره ثانيه الربيع والصيف. هذا الرزم موجود عندنا بطاقتنا البشريه، وموجوده طبعا بطاقه الديكور. لهيك ما حدا بتلاقي صعب تلاقي ديكور حافظ على نفسه
لفترة كتير طويلة بتلاقي أنت بتحب تغيري بالديكور تبعك بين حسب طاقتك الداخلية. فنحن كنا عم نقول إنه هذا الرزم اللي نحن موجود ممكن مثلا أنت تكوني بجانب شخص هو بالأساس طاقته إيجابية بس في يوم معين أو بحالة معينة نزلت طاقته السلبية نزلت طاقته الإيجابية لتصير طاقة سلبية ففيك أنت تقلبيها. كيف ممكن نحن نغير طاقة الشخص ونقلبها من طاقة سلبية لطاقة إيجابية؟ أستاذة دكتورة شذا وأيضا نورتينا اليوم في حلقتنا عبر أكيد برنامج صباح الخير يا وطن وعطيتينا الطاقة الإيجابية عبر تطبيق زوم. أهلا وسهلا ما في مشكلة أبدا بالعكس يعني أنا بهمني أكثر شيء إنه كل الناس تحاول تاخذ أكبر أكبر طاقة إيجابية ممكنة سواء من نفسها أو من المحيط تبعها أو من الطبيعة وتنظف دائما طاقة السلبية إن شاء الله. نظفتي لنا اياها مبدئيا في هذا الصباح. كنت ويانا المهندسه والدكتوره شذا مصطفى سيفو اكيد مهندسه الديكور يعطيك العافيه. الله يعافيك اهلا وسهلا.